بيمنع على طول يكون في مختلف انماط. يعني انه الغنيه اليوم السريعه السلسله العالم اللي ما كتير عبالي تفكر هون تسمع لا بالكلام ولا باللحن ولا بالتوزيع موجوده، وهذا الشيء من زمان وجاي موجود، انما اليوم نحن بنفكر شوي اكثر كيف نقدم قصص فيها قيمه فنيه على كل المستويات، وهيك ربينا صراحه. وبتصور هيدي مسؤولية اليوم وعطول طلع منهم كتار عفوا منهم كتار العالم اللي بيعملوا إذا بدك فرق بأنواع الموسيقى الموجودة. يعني الموسيقى المحلية اليوم أوكي في كتير قصص كوميرشل مثل ما قلت، بس لازم يكون في قصص شوي ما بدي أقول يعني كتير بانسي يعني أو مفكر فيها، كمان لازم تكون سلسلة توصل للعالم، بس يكون فيها مستوى معين، وهذا الشيء نحن حريصين عليه كان موسيقيا كان كلحن كان كتوزيع كان ككلام، ومبسوطين فيه. وأكيد تفاعل العالم عم يكون جدا إيجابي، ولا ما كنا منكفي يعني، بالعكس عم نشوف كتير ردود فعل إيجابية وخير. يعني خير إن شاء الله نقدم قصص بعد يعني قدامنا عيونك يا عليا شو حلوين.